هلا وسهلا، اليوم نستكمل الكلمات التي تدخل مع كلمة hand وتغير معناها. So let's get started. وقبل ما ندخل في درس اليوم، اللي عنده jailbreak وحفظ آخر سوري لي يا ريت يتواصل معي على الخاص لأني نسيت أحفظه وأبغى أنزله على اليوتيوب. Out of hand. Out of hand معناها خارج عن السيطرة. الأمريكان كيف ينطقونها؟ ينطقونها out of hand. Out of hand. فمثلاً the angry crowd was getting out of hand. The angry crowd was getting out of hand. عبارة on hand معناها قريب، في متناول اليد، يعني مرة قريب عندك قدامك. For example, we always keep some candles on hand in case there is a power failure. أنا الحين صرت أنطق الجمل أو الأمثلة ببطء لأن كثير من المتابعين يشتكوا يقولوا أنت تنطق الكلمات بسرعة، فأنا علشانكم قاعد أنطقها ببطء. عبارة keep one's hand in هذه معناها يحافظ على مهارته. نعطيكم أمثلة. For example, I still sometimes play football just to keep my hand in. يعني أنا ما زلت بعض الأحيان ألعب كرة عشان أحافظ على مهاراتي. والحين نيجي عند خطأ شائع جدا في البرونانسيشن بالنسبة للي يتابعوا كرة القدم. اللي أسمع من حواليني ينطقونها فوتبول فوتبول، هذه غلط. الصح تنطقها فوتبول فوتبول فوتبول. عبارة have a hand in معناها يكون لك ضلع في شيء، يكون لك سبب في الشيء. فمثلا did you have a hand in the success of this project or did you have a hand in the building of this boat. يا اخي الدرس ذا ما هو راضي يخلص، في كثير والله. ابعطيكم اياها كلها كذا الحين في صوره واحده تصوروها. في اشياء اخذناها قبل، في اشياء ما اخذناها، لكن بعطيكم اياها.